راوي اطلقت احدث اجهزة اللابتوب الميت بوك 13 اس وميت بوك 14 اس لابتوبات جميله من ناحيه التصميم مع مواصفات عاليه وبطاريه تصمد طويلا وبهذا الفيديو بنتعرف على مزاياها خلال التجربه اليوميه <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هلا والله مسهلا وحياكم الله في فيديو جديد معنا عبد واليوم بقدم لك تجربة يوم كامل مثل ما تعودنا مع لابتوب هواوي الجديد، الميت بوك 14 اس وال13 اس، طبعا اللابتوبات هي نفس بعض الميت بوك 14 اس وال13 اس من ناحية المواصفات، الفرق فقط بحجم الشاشة وكذلك عدد المنافذ. بداية تصميم اللابتوب بنفس جمال وجودة أجهزة هواوي مع تصميم معدني أنيق وكذلك الوزن الخفيف، والجهاز نحيف وبتقدر إنك تحطه بالشنطة أو حتى لو تشيله بيدك بيكون مريح أثناء والاستخدام. كذلك عندك الشاشة مع الإطار النحيف وفيها الكاميرا الأمامية بالأعلى مع حساسات فتح القفل بالوجه كذلك عندك بصمة الأصبع والكيبورد المضيء وكل هالأمور بتقدم لك تصميم رائع وجودة تصنيع ممتازة الشاشة من تجربتي أشوفها من أهم مزايا اللابتوب عندك شاشة كاملة فل فيو تدعم اللمس بدقة 2.5K 2.5K وتستحوذ على 90% من جسم الجهاز مع أكثر من مليار لون ونسبة العرض على الارتفاع 2 على 3 هذه بتسمح لك بعرض محتوى أكبر من النسبة التقليدية الموجودة على أجهزة اللابتوب الثانية اللي هي 16 على 9 أيضا الشاشة تدعم معدل تحديث 90 هيرتز فيها تقنية تصفية اللون الأزرق مع كل هالتقنيات بتقدم لك تجربة مشاهدة رائعة وسلسة سواء بتتابع عليه افلام الفيديوهات او حتى للعمل والتصميم بيقدم لك تجربه جيده اما لو نتكلم من ناحيه الاداء عندك هنا معالج انت الجيل الحادي عشر الاي 7 من سلسله الاتش واللي بتعطيك هاي فورمنس او الاداء العالي مع رام 16 جيجا وتخزين 512 اس اس دي هنا تمت التجربه البرامج التصميم مثل الفوتوشوب كذلك استخدام للعمل مع برامج الاوفيس وملفات الاكسل وشوف قدم تجربه جيده وممتازه على هذه الفئه من اللابتوبات وكذلك عندك اربع سماعات استريو سبيكر واللي بتعطيك جوده صوت ممتازه وما تقتصر مزايا الانتاجية والعمل على الأداء والمواصفات بل حتى تقدر تستفيد من اللابتوب بدعم مزايا الجهاز الفائق بين أجهزة هواوي تقدر تشارك شاشة جوالك إذا معك هاتف هواوي بشكل مباشر من خلال ملامسة اللابتوب تعرض الجوال بشكل كامل فتستفيد من التطبيقات وتخلص شغلك وتجري مكالمة أيضا تشارك ملفاتك بشكل سريع من خلال السحب والإفلات بينهم كل هالعملية تتم حتى بدون وجود إنترنت ايضا عندك ميزه مشاركه الشاشات بين اللابتوب والجهاز اللوحي فبكل بساطه تقدر انك تعكس شاشه اللابتوب على الجهاز اللوحي ترسم مثلا او تعدل على الصور او حتى لو تعلق على الملفات او تسوي توقيع على المعاملات اللي عندك وغيرها من الاستخدامات اللي بتفيدك اثناء العمل برضو فيه الميزة الرهيبة وهي وضع التمدد الاكستند مود واللي من خلالها بيكون الجهاز اللوحي شاشة اضافية لللابتوب وهنا تقدر انك تشغل محتوى على اللابتوب وتنقله للميت باد او تفتح في جدول ارقام او صفحة انترنت وتكمل شغلك على اللابتوب ببرنامج ثاني ايضا من خلال وضع المشاركة بتقدر انك تسوي نقل للمحتوى مثل النصوص الصور المستندات بين الاجهزة، مثلا انا الان عندي عرض على البربوينت اشتغل عليه فممكن بكل سهولة انقل النصوص والصور من اللابتوب للجهاز اللوحي بكل سهولة من خلال وضع المشاركة وتكمل شغلك بينهم. طبعا الارتباط بين اجهزة هواوي ما يقتصر على الجوال والاجهزة اللوحية حتى لو عندك سماعة هواوي الفري بادز بمجرد ما انك تفتح العلبة تقدر انك تسوي الاقتران السريع بينها وبين اللابتوب. وبتعرض لك مثلا معلومات البطارية الخاصة فيها على اللابتوب بهذا الشكل الجميل تقدر تستمتع بالموسيقى أو متابعة المحتوى على اللابتوب مع سماعات الفري بودز ايضا عندك ميزه رهيبه بتفيدك بالاجتماعات الاونلاين وهي تحسين الصوت الشخصي واللي بتصفي لك الصوت من الازعاج اللي حولك فلو كنت في اجتماع زوم او كذلك على جوجل ميت وغيرها من التطبيقات فلو كنت مثلا بالدوام وجنبك ناس تتكلم بيكون صوتك هو المسموع والواضح وصوت الاجهزه او الازعاج اللي حولك معزول ومع كل هالشغل والاعمال اللي بتسويها خلال يومك بيكون عندك بطاريه ممتازه بسعه عاليه وتعطيك 13 ساعه تشغيل فيديو مستمر وبالعمل بتكون حسب الضغط والجهد في استخدامك لكن بشكل عام أغلب الوقت تشيل اللابتوب بدون الشاحن حتى في الدوام أو لما تطلع من البيت ما تشيل هم البطارية ويجي أيضا مع شاحن سريع 90 واط واللي بيقدم لك استخدام 3 ساعات لما تشحنه 15 دقيقة فقط اخيرا مع كل هالمزايا بتحصل على لابتوب هواوي الميت بوك 14 اس و13 اس بسعر يبدا من 5999 ريال مع هدايا مجانيه للطلب المسبق قيمتها 599 ريال وبتحصل التفاصيل كلها بوصف الفيديو فكالعادة شاركني رايك بالتعليقات واذا عندك استفسارات او امور تحب نتكلم عنها او نجربها بشكل مفصل اكتبها لي بالتعليقات ولا تنسى الاشتراك واللايك واشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم